النهاردة عندنا شقة 3 غرف وصالة، بيجي معاها 3 حمامات، مطبخ منفصل، مساحتها 145 متر. أنا عندي هنا ده المدخل، أنا عندي في الطابق شقتين، في هناك عندي شقة الأسانسير، وده عندي هنا مدخل الشقة، عندي هنا مطبخ صالة، وهناك الغرف مع الحمامات. خلينا نبدأ الأول بالمطبخ. ده شكله دولاب المطبخ. التدفئة بتاعتها أرضية، عندي هنا دي بلكونة، هناك ده مطل البحر، هنا دي الجبال، دي هنا مساحة البلكونة. هنا الأرض اللي قدامنا دي ما تتبنيش عليها حاجة، دي تبع البلدية، تتعمل عليها بارك خاصة بالأطفال وجلسات للبلدية. ممكن برضو قبل أي حاجة نسأل البلدية، نروح ونتأكد من الأرض دي فيها إنشاءات ولا لأ قبل أي حاجة. نيجي بعد كده هنا، دي الصالة، الأرضيات سيراميك بالكامل، زي ما تكون التدفئة بتاعتها تدفئة أرضية. عندنا هنا ده حمام بيجي كامل مع الشاور، مكان لغسالة الملابس. هنا ده حمام صغير، حمام ضيوف. وهنا الغرف، عندنا هنا دي أول غرفة، بيجي معاها بلكونة، البلكونة بتاعتها تبص على المجمع من الداخل. ده شكل المجمع، هناك هتبقى البوابة، ده شكل المجمع. هنا المباني دي فوق، وقدامها المباني اللي احنا فيها. هنيجي بعد كده الغرفة رقم 2، بعدين دي الغرفة الماستر، برضو ليها بلكونة. بيجي معاها الحمام الخاص بيها، تشطيب جدا راقي. عندي غرف النوم بس باركيه، والممرات والصالة والمطبخ كلها سيراميك بالكامل. ده هنا مخرج المطبخ، هنا طلة البحر دي ما تقفلش نهائي، وهنا الجبال. ده هنا، ده هنا شارع، وبعد كده الأرض ديت دي خاصة بالبلدية ما فيهاش إعمار.